تفرق عن بعض الأفكار وإحنا دوم اللي نختار تفرق عن لا زال سؤال الليلة مستمرا. التعليم عن بعد أو ما يسميه البعض عن قرب الحضوري اللي قبل تيجي المدرسة وتقعد مع أخوياك وفسحة ودنيا، ولا الحين وانت جالس في البيت ويعني خلاص ما يحتاج تيجي المدرسة، مروق في البيت على حسب الوقت، متى ما جات الحصة افتح الكمبيوتر ولا الجوال وابدأ مع الأمورتين اللطيفتين الجميلتين الهنوف وشهد. صح؟ مساء الخير. مساء النور. كيف حالكم؟ طيبين. كيف الأجواء هنا أول شيء؟ مرة حلو. كلتي ولا لسه؟ إلا كلنا ورق عنب. بالعافية بالعافية. سمعتي سؤالي ولا عيدة؟ صعب صح عيدة؟ طيب سؤالي، المدرسة الحين أحسن وانت جالسة في البيت وتتابعين بالجوال، ولا قبل لما كنتي تحضرين وتقعدين مع صاحباتك وكذا؟ لا قبل أحسن عشان ألعب مع صديقاتي بالفسحة ألعب معهم. بس الحين مو أريح في البيت بدال كل يوم يلا جهزي وطلعي من الصبح بدري وتأخر السواق ورحنا وجينا، مو أحسن؟ لا والله أحسن. يعني الحين أحسن ولا قبل أكثر شيء أنت تحبينه؟ لا أنا أكثر شيء أحبه الحين. الحين يعني عن بعد؟ إيه عن بعد. المشكلة أنا الحين كذا قلت لها خليت رأيها يوافق أحمد، يلا ما هي مشكلة ما هي مشكلة. الهنوف وشهد أبيكم تناظرون الكاميرا وتقولون نيكست نيكست. فيها نحتار رح نطرحها بين اثنين.